السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله بغيت نتقاسم معكم هذه الوصفه، دجاج بالبطاطا في الفرن كيف ما كتشاهدوا معايا. انا درتهم هنايا بالفخيتات ديال الدجاج، كيجي بنين بنين بزاف، واحد التتبيله رائعه وسهله. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، لانه فعلا كيستحق التجربه. ما كتشاهدوا معايا كيجي مجمر، بسم الله. كيف ما كتشاهدوا معايا كيجي على هذا الشكل، هذا مجمر والريحه اللي طالعه منه رائعه. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش باللايك والاشتراك في القناه، والان تفضلوا معايا باش ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجوهم باش نحضروا هذا الطبق، عندي هنا كميه ديال الدجاج. انا اختاريت هاد الفخيدات هادو كيف ما كتشاهدوا معايا، فلحتهم بحال هكا بالموس باش تدخل لهم الشرموله. كل سيده دير القياس ديال عدد افراد الاسره ديالها. عندي كميه ديال البطاطا اللي قطعتها على هذا الشكل، هذا ماشي غليظه بزاف. وبالنسبه للعطريه عندي الخرقوم، الفلفل الاحمر، الفلفل الاسود او الابزار، جوج معالق كبار ديال الخل، القزبر يابس مطحون، الملحه بطبيعه الحال، سكينجبير، بودره الثوم. ولا ما توفرتوش على بودره الثوم يمكن لكم تعوضوها بثلاثه ولا اربعه ديال الدريسات ديال الثومه طريين. عندي الزيت النباتيه. وبالنسبه للاعشاب الموسمه عندي هنايا الاوريغانو او الزعتر، وعندي شويه ديال الروزماري، اكليل الجبل او الغومارا واحد كيفاش كيسميه. انا عندي هنايا طري. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نحضروا الشرموله، بسم الله. غادي ندير شويه ديال الفلفل الاسود، الفلفل الاحمر، الخرقوم، القزبر يابس مطحون، غندير معلقه صغيره كما كتشاهدوا معايا ممتلئه، الملحه بطبيعه الحال على حسب الذوق، سكينجبير غادي ندير معلقه صغيره حتى هي ممتلئه. ما تعرفوا الدجاج كيبغي سكينجبير. غادي نزيد شويه ديال بودره الثوم، جوج معالق كبار ديال الخل، كيفتي لينا الدجاج. اسمحوا لي نسيت ما ذكرت السودانيه اللي كيبغي الحار، انا غادي ندير غير راس المعلقه على حسب الاطفال. بسم الله. غادي نزيد شويه ديال الاوريغانو ولا الزعتر، غادي نقطع شويه هاد الروزماري او اكليل الجبل، كيجي رائع، كيعطي واحد النكهه رائعه للدجاج والبطاطا، خصوصا الا كان طري بحال هكذا. الان غادي نزيد الزيت، غادي نخلط هاد الشرموله هادي، والان غادي ندوزو باش نشرملو الدجاج ديالنا. غادي ندير نصف الكميه والنصف الاخر غادي نخليه للبطاطا بطبيعه الحال. بسم الله. حاولوا ندخلوا الشرموله مزيان في الدجاج باش يجينا لذيذ.
بهذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا. غادي نديرو جانبا وغادي ندير البطاطا هنايا في الجانب الاخر باش نشرملوها حتى هي مسلوله. طبيعة الحال البطاطا والدجاج كيبقاو على حساب عدد افراد الاسره. غادي نزيد لها الشرموله، غادي نشرمل حتى البطاطا. من بعد ما شرملت البطاطا كيف ما كتشاهدوا معايا والدجاج، الان غادي نغطي عليهم بالسلوفان ونخليهم في الثلاجة. شحال ما خليناهم مرقدين في هاد الشرمولة شحال ما جاونا لذاذ، يمكن لكم تبيتوهم حتى الليلة كاملة ولا 4 ساعات على حساب السيدة والوقت ديالها. انا هنايا غادي نخليهم غير جوج سوايع وندوزو باش نطيبوهم ان شاء الله. بسم الله. الان بعد ما خليت الدجاج ترقد ليا، خديت هنايا اللاطا اللي تمشي للفرن، غادي نوزع فوق منها البطاطا هي الاولى. بسم الله. الريحه اللي طالعه رائعه. الان غادي نزيد هاد الفخيدات ديال الدجاج. بسم الله. غادي نخلفهم بحال هكذا. على هاد الشكل هذا. الان غادي نزيد واحد الخويط ديال الزيت من الفوق. بسم الله. ما غاديش نزيد فيه الماء نهائيا، كيف ما كتعرفوا الدجاج كيطلق لنا الماء. اول حاجه غادي ندير ورق الطهي هو الاول، ونزيد الالومنيوم من الفوق. نغطي عليها مزيان. سبق لي وشغلت الفرن على 200 درجة من الأسفل والأعلى. غادي ندخل الدجاج ديالي يطيب هو والبطاطا ونخرجوهم باش نشوفو الشكل النهائي ديالهم إن شاء الله. الآن خرجت الدجاج والبطاطا من الفرن كيف ما كتشاهدو معايا، خدا لون جميل وطاب. ملي تشوفو بلي الدجاج ديالكم قرب يطيب مع البطاطا، غادي تحيدو ورق الطهي والألمنيوم وتخليوه باش ياخد هاد اللوين هذا. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في المنازل ديالكم. بالصحه والراحه ومع السلامه في فيديو جديد ان شاء الله.